هذا احد الاشخاص هو يعني امريكي لكن يعني مو عندنا للاسف في المركز، لكن على تواصل في الحلقات اونلاين، ضايع ويبي النجاح، وصار من المشاهير وظل النجاح هناك، لكن ما وجد النجاح وما وجد الراحة، ما وجد النجاح الحقيقي ولا الراحة الحقيقية. وجدها أين؟ وجدها في الإسلام، لما شاف مجموعة من صحبة صالحة زين اهتدى، والحمد لله ترك. وطبعا هذا يعتبر من التحديات الكبيرة، لما واحد يكون في الكفر أو في الضلالة على شهرة وعلى رواتب ومدخول مالي، فإسلامه وهدايته يترتب عليه شنو؟ أن يترك هذه الأشياء. سبحان الله، هذا أمر ترى عظيم. مثل صهيب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج، تعال امسكوا أهل مكة، جئت سعلوكا، والحين أنت نميت أموالك من مكة وتبي تخرج، شنو تبون؟ أترك لكم الأموال تتركوني؟ أي نعم، قالوا مالي هنا وهنا خذوا. هل الإنسان فينا مستعد أن يتنازل عن الدنيا للحفاظ على دينه؟ كم منهم هؤلاء الذين هاجروا، تركوا ديارهم طيب وأموالهم في سبيل الله. طبعا احنا نذكر هذا على رأس المهاجرين، لكن في من في هذا الزمن. طيب يعني احد الاشخاص جاء في تقريبا شهر 9 الماضي، يقول انا هو في اوروبا وجنسيته اوروبيه، فترك عفوا يعني باع اغراضه وكل شيء وهاجر، او خلينا نقول سافر وبحث عن الوظيفة. يعني تعرفون في أمور لابد منها الواحد يكون عنده زوجة وعيال للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ليش؟ في سبيل الله. ما حصل نصيب هني، ما استمر الوضع هنا في الكويت، والحمد لله ذهب إلى المدينة، إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة. فسبحان الله، هذه الأمور التحديات، يعني شلون إحنا بنستخدمها لما نذكر هذه القصص المهتدين؟ زين نبي إحنا نجيبها على أشياء صغيرة مقارنة بها. يعني لما مثلا بنت تقول لها لا تحطين عطر لما تطلعين، لا تتمكيجين، صعبة وثقيلة عليها. لما تقول حق أحد الأشخاص زين اطلع أنت من البنك الربوي وروح بنك إسلامي، وصعب عليه، أو غير وظيفتك، صعب عليه. إحنا ما قلنا غير دينك، بس الوظيفة، والحمد لله الأمور طيبة، تسوي كتاب نقل، تستقيل مدة شهر شهرين، تحصل لك وظيفة. فالإنسان لابد أن يستفيد من هؤلاء الناس، أن قضية يا جماعة تغيير الدين ليس بالأمر الهين، من أكبر الأمور قضية تغيير المعتقدات.